فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أنعم الله جل وعلا على المرء بأن أعطى له علما نافعا وقدره على توصيل الحق للناس ووفقه في الحوار والمناقشة والإقناع ووهبه الكثير من العلم بفضله وكذلك التأثير في الناس بفضل الله وحده، ثم إذا طلب أو طلب منه إلقاء كلمة أو موعظة احتج بأنه ليس أهلا لذلك وليس كل ما يقوله يعمل به ويخشى أن يكون ممن قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية، فما توجيهكم أثابكم الله؟ أولا، في الحقيقة لا يمكن لأحد أن يزكي أحدا بأنه أهل لتوجيه الناس وتعليمهم إلا إذا كان من العلماء، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس إلا إذا شهد له أهل العلم أنه أهل لذلك. والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. في الحقيقة الناس خاصة في هذا الزمان، من يعرف مناهج العلماء والأئمة ومن أدركناهم من أهل العلم من تعظيم أمر العلم وأمر الفتوى وأمر التدريس وأمر التوجيه، وينظر إلى حال الناس يرى العجب. الشخص مثلا إذا رؤي بضعة شهور يذهب إلى المسجد حسب على أنه من خيار طلبة العلم، ثم بعد كم شهر قالوا له: نريدك أن تصلي بنا، فبدأ يصلي بهم. ثم بعد شهر يقولون له: أنت تحضر دروس الشيخ فلان. يا أخي، أنت ما شاء الله عندك العلم الكثير، عندك العلم الكثير، كمان العلم يجعلون له كثيرا. والله حذرنا من هذا، ما ترك الله شيئا، قال: فلا تزكوا أنفسكم. الذي عنده علم أقسم بالله العظيم ليخرجنه الله إلى الناس شاء أو أبى، وما صدق أحد مع الله إلا أخرج الله منه دلائل الصدق في قوله وعمله شاء أو أبى. الناس ما هي التي اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس هذا الذي تأتي الناس تزعزعه تقول له: أخرج أخرج، ليس كمن أخرجه أهل العلم وليس كمن أخرجه ربه. البعض يظننا نخذل طلبة العلم، والبعض يقول: يا شيخ أنت تحبطنا، يا شيخ أنت تقسو علينا. والله ثم والله لو أدرك هذا المسكين ما أدركناه لعلم أننا ما بذلنا إلا القليل. هذا العلم ما يدرك بالطلب، وتعليم الناس ما يدرك بالجسارة على الخروج. من كانت عنده جسارة على لقاء الناس وتعليمهم لم يأمن أن تزل قدمه بعد ثبوتها. يا أخي في الله، اتق الله واترك طلبة العلم لله، وما عليك في فلان وعلان. المشكلة الآن كل أحد يتكلم في العلم، تجد العامة يقولون: العلماء مقصرون، انتشرت المخدرات قال والله العلماء مقصرون، انتشرت المنكرات العلماء مقصرون. أصبح حتى العامة يتكلمون على أهل العلم. وإذا جي لأي برنامج: والله نريد أن نضع برنامج خير، برنامج توجيه، قال والله المسؤولية عظيمة على العلماء والخطاب. من هذا الذي نصب نفسه على هذه الولايات الشرعية يحرك لها من شاء ويمنع من شاء ويقيم أداء العلماء بأي صفة؟ هؤلاء بأي صفة؟ لا علم ولا بصيرة ولا أحد طلب، ليست لهم ولاية شرعية ولا ولاية أصلية. فأنا أقول: كفوا عن هذه الأمور. البعض يقول: إذن الساحة تخلو، إذن هذا الكلام ما نعرفه. ساحة ماذا؟ هذا دين الله، فيه كلمة ستبلغ ما بلغ الليل والنهار، لكنها ما تبلغ بالمدح وبالثناء وبالإطراء. وكل من جاءنا نأتي نهيج، انظر الآن إلى الطوام التي نسمعها في الفتاوى، وانظر إلى من تصدر فخرجت منه العجائب والغرائب، سببها هذا التهويل، سببها أننا ما زممنا أنفسنا بزمام الورع. إذا جاء أحد يقول للناس: يا طلبة العلم اتقوا الله ولا تخرجوا إلا بعد علم رصين وأكب، قالوا هذا يثبت طلابه. يا شيخ أن تعاملنا معاملة مشايخك أيام زمان، نعم سأعاملكم بها ولا أزال أعاملكم بها، لأن هذه الكلمة سمعناها ونحن طلاب، وأتينا إلى مشايخنا فقالوا هؤلاء من أجهل الناس. جلس معنا بعض طلبة العلم فقال: هذا الشيخ يثبتني. قلت: الشيخ
إذا كان بعض العلم يقول بعض طلبة العلم يقول كذا وكذا، قال اذهب إليه وقل له أناشدك الله ألا تجلس في مجلسي. قلت ليه يا شيخ؟ لماذا؟ قال لأنه ما دام يقول كلامي يثبطه فأنا لا أصلح لإمامته، لأن يذهب إلى من يسهل له الأمر. وقف الشيخ الأمير رحمه الله أمام طلبة وقد تخرجوا من كلية الشريعة، فذكرهم بالله وخوفهم من مسؤولية العلم والقول على الله بدون علم، وأنها أمانة عظيمة، أنهم سيواجهون الصعاب والشدائد، وأصبح الأمر بشدة. فقام أحد المشايخ رحمه الله وكل على خير، بعد ما انتهى الشيخ من كلامه قال يا إخوان يا طلبة العلم، العلم جميل والدعوة فيها خير، وستجدون أرضا فرشت لكم بالورود، هذه كلمته، أرض فرشت لكم بالورود وستجدون، عكس ما قاله الشيخ تماما. الشيخ رجل من أهل العلم وذكر قال الله قال رسول يخوف ينذر. بعد ما انتهى من كلمة هذا المرطف والمنعم قام الشيخ الأمين وقال لهم قد قلت لكم ما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعذرت إلى الله أن الأمر جد خطير وأنتم بين الجنة والنار، وذكرت لكم آثار السلف، وفلان يقول الأمر مفروش بالورود. أيامها هذا رجل مسافر من بلده متوعد بالقتل إن رجع إلى بلده، قال لهم وفلان يقول لكم الأرض مفروشة بالورود، إن كان صادقا فليرجع إلى بلده. ما في شيء، هذا علم في جنة ونار، في موت، في قتل، في تهويل، ما هو سهل. الرجل يقول كلمة من الحق قد تذهب نفسه التي بين جنبيه ويراها رخيصة. نحن لا نثبت أحد، ونحن نقول قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. العلم كل من فتح على أي كتاب من دواوين العلم وجد أن أهل العلم رحمهم الله ما شددوا في شيء مثل القول على الله، الذي قرن الله الغلط فيه والخطأ فيه والجرأة عليه قرنه الله بالشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قرنه الله بالشرك. عليك يا أخي أن تعلم أن التقدم للناس وتعليم الناس يحتاج إلى أحد من أهل العلم يزكي من يتقدم، وأن يرى فيه الأهلية. العلم وحده لا يكفي، بل لا بد مع العلم العقل، وأن يكون عنده بصيرة، وأن يكون عنده معرفة. لماذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده يفضلون بين الصحابة بعضهم مع بعض؟ فكانوا يسندون القضاء إلى بعضهم، يسندون الفتوى إلى بعضهم، لأن كل وما فتح الله عليه. ولا يستطيع عامة الناس أن يخرجوا للناس العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه. قسم الناس إلى قسمين في العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، معناه أن هناك علماء وعوا العلم، انتبه، بعد إذ وعوه، معناه أنهم ما خرجوا للناس قبل أن يعوا العلم. حتى إذا لم يبقي عالما جاء الصنف الثاني، اتخذ الناس رؤوسا فلان والله ما شاء الله تبارك الله، هذا إذا تكلم ما شاء الله تبارك الله، فلان ما شاء الله إذا أفتى ما مثله، وهو يا أخي أنت هذه التزكية من أين أتيت بها؟ ما عندك علم في الفقه حتى تستطيع أن تقول أن فلان مبرز في الفقه، ولا عندك علم بالفتوى حتى تقول فلان مبرز في الفتوى، من أين أتيت بها؟ فأصبح الناس يمدحون ويزكون، يزكون من يرخص لهم، يزكون من يوسع لهم، يزكون من يقول لهم الدنيا بخير واخرجوا والله الدعوة يلا اخرجوا، كل يدعو كل يفعل. هذا الذي نعانيه الآن، يأتي شخص ويقول الداعي فلان قال كذا، حتى الرجل يكون عهد حديث عهد بالتزام لم تستقم عوده في طاعة الله، جو وجمع له الجموع كلها من أجل أن يسمعوا قصصه ومنكراته على خلاف السنة، حتى أصبح أمرا يزري بالدعوة، وتجمع له الألوف التي لو جاء الحبر العالم بالكتاب والسنة الذي شاب عرضاه في العلم والعمل، لو حضر محاضرة ما يحضر له إلا الخمس والستة. نحن لا نحسد الناس على فضل الله، لكن على فضل الله، على فضل الله مبني على أسس صحيحة. أما أن تجيش عواطف الناس على أمور، لماذا؟ لأنها تحرك بغير علم بغير بصيرة. يقول لي شاب ذات مرة، يقول لي يا شيخ سمعت شخص يقول كذا وكذا وكذا، يقول والله بهذا الحظ، يقول سأفعل مثل ما فعل وأصير داعية مثله. أنا لا أقول جزاهم الله كل خير الإخوة، حسن النية لا يكفي
علينا أن نعلم من الذي يتقدم للعلم. هذه مصيبة، سأقول هذا وأعذر إلى الله، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. هذه أمانة، العلم له وقار وله سمت. هل بلغ أن يقول الرجل، سمعت الرجل يقول ما يتقدم لنا إلا من خرج من السجون ومن كذا، احتقارا للعلم والدعوة؟ لماذا؟ لأنها طوام سببها هؤلاء الذين يقولون يا أخي الإسلام أنت الذي تحمله، اذهب واخرج وعلم وانصح واخرج العلماء. يا أخي نقول لك ما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، اتق الله في العلم. أعظم حرمة في الإسلام هي حرمة العلم، وأعظم مكان على وجه الأرض إن أردت أن ترى عيناك مكانا ليس هناك أقدس ولا أعظم منه، فهو المقام الذي تقوم فيه عن رب العالمين. هذا المقام الذي ما قام به إلا الأنبياء والرسل والعلماء الذين ساروا على منهج الأنبياء والرسل، ولن يصان دين الله إلا بهذا. فلنتق الله عز وجل. كل ما جئنا إلى شخص طالب علم يطلب العلم، جلسنا نشوش عليه أنه مخطئ وأنه غلطان، يقول فلان طيب والله طيب، لكن يا أخي ما يخرج ما ينصح. من هؤلاء الذين يزعجون طلبة العلم ويحاسبونهم؟ أنا أقول هذا لأني يأتوني طلبة العلم ويشتكون، ما يتركون. كل من يقول لي، يقفون على رأسي يقول أنت مقصر، أنت عليك إثم، أنت سبحان الله. قلت له هل هؤلاء علماء؟ هل هم من أهل العلم الذين يوثق بهم حتى تستطيع أن تصدق ما قالوا؟ هذا الأمر له طريق وله سبيل. إذا كان الإمام عبد الله بن وهب تفقه على يدي مالك 20 سنة، 20 سنة يقرأ الفقه. البعض يقول طيب سنجلس 20 سنة إذا الأمة تموت، ما تموت الأمة إذا سرنا على الحق. عالم رباني واحد قبل 20 سنة، لنرجع قبل 20 سنة كانت الناس تصدر عن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والناس بخير ونعمة، وهو إمام أئمة، لأنه عن علم رصين مؤصل، ولا أقدح في من بعده، ففيهم الخير والبركة، أسأل الله أن ينفع وينفع بين الإسلام والمسلمين. لكن هذا كمثال. وكان يصيح الصائح كما في الرواية والأخبار في عهد التابعين، يصيح الصائح في مكة مع أنها مليئة بعهد التابعين من العلماء والأئمة، كان يصيح الصائح لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء ابن أبي رباح، مولى أشل أفطس، رجل مشلول من الموالي، لا نسب ولا مال ولا جمال، لكن جمله الله بالعلم الذي هو أجمل الجمال. ما أحد يستطيع أن يتكلم ولو على نسبه إلا هذا الرجل المولى الذي قال أذل سليمان بعد الملك الذي بلغت الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط في أوج عظمتها، أذله وقال سليمان لابني يا أبنائي أطلب العلم فقد أذلنا العبد بعلمه آنفا. وحده عطاء ابن أبي رباح يفتي في الحج. هل قالوا والله الأمة ستضيع؟ ما في أحد يفتي إلا عطاء. العلم إذا كان ربانيا كفى منه القليل وليس فيه قليل. العلم إذا كان ربانيا نفع وشفع ورفع وحصل منه من الخير والبركة ما الله به عليم. لكن إذا صار غثاء كغثاء السيل، كل يفتي وكل نقدم، وكل أصحاب حي وحارة وجماعة وقبيلة يحولون على من حولهم يبرزوا ويظهروا، هذا ما هو على السنة، هذه أهواء. وعلينا أن نتقي الله عز وجل في طلبة العلم. الذي أوصي به طلب العلم والصبر على طلب العلم والجد والاجتهاد في ضبط هذا العلم حتى يخرجك الله للناس. والله ثم والله لقد مكثت أكثر من 10 سنوات وأنا في طلب العلم مع الوالد رحمه الله، وأستطيع أن أحبر الخطب ولا أزكي نفسي على الله أيامها، وأقول وأصول وأجول، وكان يمنعني الوالد رحمه الله. وكان كنت آتيه وأقول له فلان يقول لي أنت تأثم، قال لي ما هو صادق، قل له يتق الله لا يقول على الله بدون علم. يا بني، هذه كلمته، يا بني إن صدقت مع الله يصدق الله معك، إن أردت وجه الله وضبطت العلم وخرجت للناس بعلم وزكاك أهل العلم سترى، والله ما أفتيت حتى أمرني بالفتوى وبارك الله لي فيما أفتيت، ولا علمت حتى أمرني أن أعلمه وبارك الله لي. بعد أن صبرت أكثر من 15 سنة وأنا أرى كل من يأتي يقول أنت وأنت وأنت، وعوضني الله خيرا مما رأيت. مضت الأيام وجاءت وإذا بالأشخاص الذين تقدموا، والله لا أقولها شماتة ولا مدحا ولا أزكي نفسي على الله، والله إن لي قرنا كانوا من أفضل طلبة العلم، ولو أنهم صبروا لحازوا من العلم ما لم يخطر على بال، ولكنهم تصدروا فأصبحوا أئمة وخطبة وابتلوا فتاوى الناس. لم أمت
وكنت أتي للوالد وكانوا يقولون إن سر مثلنا وافعل مثلنا، لم أمت حتى جلسوا في مجالسي في البيت، هذا قبل أن أخرج للناس، وكان لي درس العمدة فكان